ما شاء الله عليك. نوعها مكية. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث. قصص. أمرك يا شيخ الشيرزاد من العراق. الله خير. قصصهم. قصصهم. لقد كان في قصصهم. وين هذه موجودة؟ يلا اقرأها. هي واحدة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. حسبك. كم رقم الآية؟ 111، يعني ثلاث وحايد سورة يوسف وحايد. ترتبها 12. ما شاء الله عليك. الله أكبر. طيب السؤال الرابع. جامدة. 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 نعم. وين موجودة هذه؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله أكبر. أي سورة؟ سورة النمل، ترتبها 27، الآية 88، وعدد آياتها 93. المخرج يظهر على الشاشة. 88 النمل. جزاك الله خير. 88 النمل. ما شاء الله عليك. وعدد آياتها 98. يلا جزاك الله خير. والله أنا ما أعرف، ما أعرف عدد آياتها. طيب عدد آياتها 96. نعم. يلا خلك معي. سؤال خامس. لجلودهم. لجلودهم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الله يفتح عليك. أي سورة هذه؟ 21، سورة فصلت، وعدد آياتها 54، ترتبها 41. الله أكبر. نوعها مكية. جزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب الآن ننتقل للنمط الثاني من الأسئلة، سأسأله في أحكام التلاوة والتجويد. الآن وقد عصيت. المد اللازم الكلمي المخفف، مقدار 6 حركات. ممتاز. طيب السؤال الثاني. لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. تسهيل الهمزة الثانية بين. الله أكبر. ممتاز. طيب. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إمالة الألف إلى الياء. راء. إمالة الراء. الله أكبر. ممتاز. طيب. وقيل من راق. سكت النون على الراء المفخمة. ممتاز. ممتاز. طيب. ما لك لا تأمنا على يوسف. هذه شو فيها؟ الإشمام. ممتاز. والروم. ممتاز. ما لك لا تأمنا على يوسف. ممتاز. طيب النمط الثالث من الأسئلة، سأسأله في ترتيب السور. ترتيب السور. سورة الأحقاف، ما هي السورة التي تأتي بعد سورة الأحقاف؟ محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الزاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، الحديد. ممتاز. المجادلة. يكفي. يكفي. الحشر الممتحنة. يكفي. الحشر الممتحنة. ممتاز. الصف، الجمعة، المنافقون. حسبك.
طيب الآن بالعكس، بالعكس، سورة ياسين ما هي السورة التي، السور التي قبل سورة ياسين؟ فاطر وفاطر سبأ والأحزاب والسجدة ولقمان. ممتاز. طيب على ذكر سورة ياسين، ياسين تعرف تترجمها بالإنجليزي؟ هو يعرف الترجمة ترى، يعرف الترجمة بالإنجليزي. تعرف ترجمة ياسين والقرآن الحكيم؟ ياسين by the holy Quran and the Christian. Oh Christian, you O Muhammad, who created Christian, all Christian to the cross of Christ, the Christian and the holy, forgiving, merciful, the cross and the Christian for the people, the Christian of Christ, who trade to him, O Christian. Allahu Akbar. ممتاز. طبعا لو نسأله في